صباح على ليندا، طمنا على حاله الطقس وكمان نعرف منها اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير جمانه. صباح الخير يا ليندا. الحقيقه شاذلي لسه في استقرار في الاحوال الجويه. امبارح القاهره سجلت 34، النهارده كمان بتسجل 34. متوسط درجات الحراره لحد نهايه الاسبوع حوالي 35 في القاهره. طيب ده معقول جدا. تعالوا نشوف التفاصيل بقى. اتفضل. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه كالعاده هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.80، اما الشراء فسجل 18.70. اليورو البيع سجل 19.54 والشراء سجل 19.42. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.83 والشراء سجل 22.69. الفرنك السويسري البيع سجل 19.21 والشراء سجل 19.09. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80، أما الشراء فسجل 2.78. الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه وقرش والشراء سجل 4.98. الدينار الكويتي البيع سجل 61.24، أما الشراء فسجل 60.85. وأخيراً الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.12 والشراء سجل 5 جنيه وتسعة قروش. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 860 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1003 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1146 جنيه للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سجل 8024 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي نشاط للرياح أحيانا بالليل على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية. كمان كان في شبورة مائية خفيفة الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 28. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية.